يسعد صباحكم مشاهدين برنامج صباح الشرقية من وين ما تتابعون حلقة بداية أسبوع. نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة اليوم ويا فقرات ثانية عزيز. يسعد صباحك. يسعد صباح الزهراء ويسعد صباحكم مشاهدينا الكرام بحلقة اليوم من صباح الشرقية حلقة بداية الأسبوع. لابد ما نكون مختلفة بفقراتها ومواضيعها، وكالعادة بداية كل حلقة راح تكون من العناوين. ما بين الشراء وبيع للمقتنيات الثمينة والمميزة هناك نوع من الفن والبراعة، فهل أنت محظوظ في بيع وشراء المقتنيات؟ وما الشيء الذي أثبت لك ذلك؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. الوسواس القهري أسبابه وطرق علاجه، تحدثنا عنه ضيفتنا بالأستوديو المعالجة النفسية رغد العبو. أما الأخبار المنوعة، بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف، باب منزل لسيدة يثير استياء الجيران، والأسباب نتعرف عليها في حلقة اليوم. الكابتن وسام الجبوري حدثنا عن الأوزان التي يجب استخدامها في فترات الصوم وبعد الإفطار كي لا تسبب جهد على التمرين والمتمرنين. مشاهدين من العناوين ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم. أكثر صفقة مربحة سويتوها بالبيع وماما كان سر ذلك؟ طبعا تقدرون تشاركونا بهذا السؤال التفاعلي من خلال لصق الكيو آر كود اللي يظهر أسفل الشاشة، راح يأخذكم دايركت بصفحة على صفحة قناة الشرقية على الانستغرام، وراح نقدر نشارك تعليقاتكم وراح نقدر نقراها بحلقة اليوم. عزيز اليوم بدنا نحكي عن البيع والشراء. موضوع كلش حلو، يعد البعض انه هو فن ومن يجيده الإنسان يكون خلينا نقول بارع، فشلون ممكن هذا الشخص أو نقول مع الشخص ممكن اللي يشوفه بتثمين المقتنيات ويقدر يبيع ويشتري بها شطارة خلينا نقول أكثر شيء، فيكون محسوب عليه طبعاً شنو يسوي، شلون شطارته، يقدر يبيع يقدر يشتري يقدر يكسب بها أو لا؟ طبعا زهراء بالمقابل أكو أشخاص يدعون من الممكن معرفة بيع وشراء المقتنيات لكن يخفقون بالموضوع وما يحققون النجاح به، ومثل ما قلنا بالبداية هو نوع من أنواع الفن والشطارة. من هذا المنطلق مشاهدين الكرام حبينا نسألكم، هل أنتم محظوظون ببيع وشراء المقتنيات؟ وما الشيء الذي أثبت لك ذلك؟ والله هو إذا على الشراء فأني محظوظة بالشراء لأنه ألقي الشغلات اللي أحبها بسرعة وبسعر مناسب، بس أما بالبيع يعني مو هالقد، يعني مرة من المرات صارت عندي اشتريت تليفون بس اشتريته بسرعة، بس بالبيع يعني كلش دمرني. المكياج يعني أنا دائما أشتري، بس هو المكياج استخدامي يعني مو مالي ينباع، والأكسسوارات كذلك. لا ما عندي حظ، لأن أكثر من مرة جربت أشتري أشياء بس ما كان عندي بيها حظ، ولا بالسعر ولا بإيش يعني ولا قناعة ولا إيش بي عندي حظ، يعني الأشياء اللي أريدها مو دائما موجودة، ولا بالسعر اللي أريدها ولا يعني نفس الشكل اللي أريده، يعني ما عندي حظ. اشتريت تليفون يعني هم ما كان عندي بيه حظ، وبن بعته هم ما كان بيه حظ. مثلا اشتري تليفون سعره 350، من ارد ابيعه ياخذون مثلا ب 250 350، يعني من ارد ابيعه صح يجون بسرعه ياخذوه بس ما ينطون يعني سعر اكثر من سعره، لا بنفس السعر لا اقل، يعني ما عندي حظ. اشتري سواره ب 200 ياخذون من عندي ب 150، فما يعني ما ينطوني ما يزيدون فوق السعر ما تربع ابد. يعني انا ابدا دائما يعني كل ما اريد ابيع شغله او اشتري شغله اتاخر بيها. يوم من الايام يعني انا سايق مال تيك توك، اشتريت تيك توك تقريبا اشتريتها ب 5 ملايين، تمام؟ ورا فتره قررت ابيعها، كان سعرها يعني هماتين 5 ملايين و200 هيش تقريبا. عرضتها للبيع تاخرت شويه، بعتها. من بعتها ورا اسبوع
صعد السعر مالته صار 8 ملايين. اشتريت تليفون هم نفس السالفه مال تكتك، اشتريت تليفون تقريبا اشتريته ب 700,000 750. قررت اغيره ورا هماتين ورا كم يوم صعد السعر مالته خساره بيه تقريبا 25,000. نعم محظوظ الحمد لله والشكر. أوقات إنه آخذ الموبايلات سعر مثلاً نقول 1,000,000 أو 900 استفاد به 100 استفاد به 50 وحسب الأسعار يعني مالات استفاد على 25 على 50 والحمد لله والشكر. يعني الأوقات إنه أنا أشتغل موبايلات هذا حظي والحمد لله والشكر. يعني أوقات يعني إنه عندي السلعات أبيعهن أشتري بسعر وأبيعهن بسعر. لا والله ما محظوظ، أنا أشوف حظي يعني واقع مو زين، يعني كم مرة يعني اشتريت وبعت خسارة يعني صار. وأجيب لك مثال، يعني اشتريت سيارة صار لي شهرين بالش اسمه بالمنطقة الصناعية، يومين مسقت السيارة والله يومين. حظك يعني واقع بس لا يعني أي يعني متأيس بس لا يعني مرات يعني زين الحمد لله وأشكر. هو على كل حال الحمد لله وأشكر يعني. إيه الحمد لله أني محظوظ وهم أشتغل على بلانات بيع أشياء اللي عندي وأصيب برنامج لهم ربحت من الأشياء اللي بيعته مثل ملابس حذاء وكيسات مال تليفونات وسماعات سبيكر بلوتوث هالأشياء. أدي هواي مال دراجات يعني دائما أطلع هواي أجنا هاي الدراجة تشبيها مثلا جولدن بي ام فأشتري الدراجة قصها من برا مثلا قصها 80-75 ورقة 90 ورقة من تجينا للعراق يصعد السعر أبيعها دفتر 20 دفتر 30. والله الحمد لله والشكر بعض الشيء محظوظ بيهن مثل موبايل أو سيارة. موبايل عندي مرات أخذه لمدة أسبوع شيء أبيعه يجيب أكثر من سعره والحمد لله والشكر، والسيارة هم كذلك. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا آراء الناس بهذا الاستطلاع. طبعا كل واحد منا أكيد ما بعد خبرة معينة أو خبرة الأهل يسأل ويصير يعرف أكثر، خصوص الشباب عن طريق الوالد يجوز يسألوا عن خبرته بالتجارة، فممكن يصيرون شاطرين بالصفقات مال البيع والشراء. فخلنا نبلش يا عزيز نشوف هو مسوي الصفقة من قبل ورابح طبعاً بيها. طبعا ماكو احد ما مسوي هاي الصفقات. من يعني انا اتذكر انا احب الاكسسوارات الرجاليه دائما زهره، فمن كنت مثلا اروح للجامعه اروح للمعهد فنون الجميله كنت ادرس، فالطلاب كانوا يسالوني هاي الشغله منين مشتريها، اقول لهم هاي انا ابيع لكم منها. اي طبعا فاروح يعني من ايام المدرسه. اي طبعا فاروح اشتريها واشوف ايش قد تكلفتها وكل هاي الامور، واكيد لازم يكون الربح هو فشي يرضيني يرضي رب العالمين. اكيد يمكن هاي اغلب الشباب هسه يسووها بالبازارات والاعمال اليدويه صح؟ بس انا الحمد لله والشكر يعني مثل ما نقول شايف شلون انه هي الحياه تجارب وانت لازم تجرب كل الشغلات اللي حلو طبعا تحاول أكيد. تحاول تقدر تجرب. على هالسيره يعني عزيز احنا من البنات حتى قرات في تعليقاتنا على الانستغرام اكو هسه بعض الجنط صاروا انفست يعني خلص صرت صحيح. تستثمر بيها بعض البراندات صرت انت ممكن تشتريها تسويها ريسيل، فاكو هوايه طرق ممكن انتم تربحون بيها او تسوون في الصفقه تكون ناجحه. خليني اقرا شويه من تعليقاتكم. طبعا شنو بعد شفت ويانا تعليقات هو عزيز. حلو هو الصراحه زهراكو ناس يعني مثلا هو يبدي يعني موضوع الالف خطوه يبدي بخطوه تمام زهراء، فمثلا اكو اشخاص مثلا يبدون بهذا الموضوع لما نشوفهم صاروا تجار ما شاء الله صح دائما تكون بداياتهم وبدايات عفويه اساسا. طبعا الكثير من التعليقات والكثير من الاشخاص اللي يجوز مجربين هذا الموضوع. زهراء شنو عندك تعليقات انت؟ انا دا اشوف هنا ساره قالت نفس تعليق عزيز طبعا قالت اني اصنع بالبيت اساور اللي هو اسوار بالايد، قالت ومن شفت صديقاتي حبوا الموضوع صرت اجيبها على المدرسه وابيع لهم اياه.
برافو عليها، ونشجع اي شخص ممكن اذا شاف نفسه ناجح بشيء معين انه يبلش به. طبعا مشاهدينا راح نرجع ونقرا تعليقاتكم بعد ما ناخذكم الى فقره ضيفنا اليوم. الوسواس القهري هو واحد من الحالات اللي تصيب البعض من الناس ويكاد ان يكون نفسي اكثر من اي شيء ثاني، واليوم راح تحدثنا اكثر عنه ونتعرف عن اسبابه وطرق علاجه مع ضيفتنا المعالجه النفسيه رغد العبو. يسعد صباحك رغد. صباح الخيرات يا هلا. اهلا وسهلا بك رغد ويسعد صباحك. شكرا كثير. صباحك طبعا رغد، احنا دائما متعودين انه احنا نشارك سؤالنا التفاعلي ويا الضيف اللي يجينا ايا كان الموضوع اللي نريد نناقشه، لكن السؤال التفاعلي ضروري نناقشه. رغد، هل سبق وان مثلا سويتي فد صفقه مربحه او مثلا توفقتي ببيع وشراء فد شيء معين من بعدها بديتي تستهوين هذا الموضوع؟ لا للاسف انا بعيده كل البعد عن هذا المجال. جيد جدا. زين، احنا اليوم بدنا نحكي عن الوسواس القهري. ما هو اضطراب الوسواس القهري؟ هلا اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب نفسي بيكون بيحتوي على مجموعه من الافكار، المخاوف، الوساوس يلي بتجبر الشخص او بتدفع الشخص خلينا نقول لانه يعمل مجموعه من السلوكيات القهريه يلي بتتكرر مرارا وتكرارا بدون رغبه من الشخص، ولكن هي المخاوف هي يلي بتدفع هذا الشخص لانه يعمل هي الافكار او هي الافعال لحتى يخفض القلق والتوتر. طبعا يمكن هواي اشخاص اللي يتابعونا يمرون بفترات بالحياه تكون جدا صعبه عليهم، فشلون يعرفون انه عندهم وسواس قهري؟ شنو هي الاعراض رغد؟ هلا الاعراض بتبلش مثل ما ذكرت قبل شوي من الافكار، لما هي بيكون عندي انا افكار متكرره دائما عم تسيطر على يومي، عم تسيطر على طريقه تفكيري، ما عم بتخليني اقدر بعد عن هي الافكار. تمام، هي الأفكار عم تخليني أعمل الفعل نفسه أكثر من مرة. يعني خلينا أعطي مثال بسيط، مثل مثلا أنا طلعت من البيت وسكرت الباب، لكن كل شوي أنا برجع بتأكد هل أنا سكرت الباب أو لا، هل أنا مثلا سكرت الضوء، طفيت الضوء، هل أنا سكرت القنينة تبع الغاز أو هيك. فهي السلوكيات أنا لو متأكدة منها لكن هي عم تتكرر معي أو عم بيضل عندي الشك أنه أنا يمكن ما عملت هذا الشيء. فهذا أهم عرض. هي العرض الثاني أنه هي الأفعال هي عم تخليني ما أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. يعني أنا بدل ما أنزل على موعد شغلي مثلا الساعة 8 بسبب هي الأفكار يلي هي عم تدفعني أعمل سلوكيات متكررة، فأنا عم أتأخر، عم أنزل من البيت 8:30 أو 9. تمام، فهي عم تعمل لي إعاقة لأداء حياتي اليومية، فكمان هذا واحد من الأعراض. طبعا هي الأفكار هي مختلفة، يعني ممكن تكون لها علاقة بالنظافة، ممكن يكون لها علاقة بالترتيب، ممكن لها علاقة تكون بأفكار مثلا هل أنا رتبت الأشياء بطريقة معينة أو هل أنا تأكدت من الأشياء بطريقة معينة أو لا. فتقريبا هي أكثر الأعراض شيوعا خلينا نقول. جيد. زين، هل من الممكن ان للعامل الوراثي ان يلعب دور كبير بهذا الموضوع؟ هلا حاليا دراسات خلينا نقول دراسات النفسيه الحديثه ما قدرت تثبت لحد الان اذا هل له علاقه العامل الوراثي او لا، ما قدروا يوصلوا للجينات اللي بتسبب هذا الشيء، لكن دائما البيئه يلي فيها مثلا شخص عنده اضطراب وسواس قهري من الممكن انه يكونوا بقيه الافراد اكثر تاثرا بهذا الموضوع، فقد يكون ايه وقد يكون لا، ما في جواب واضح. زين، احنا نريد نفيد المشاهدين، اذا اي شخص طلعت عنده هاي الاعراض وفعلا عنده وسواس قهري، هل ممكن الشفاء منه بسهوله؟ أكيد أي اضطراب نفسي بيتم الكشف عنه وبيتم بدء بالعلاج يؤدي إلى الشفاء، لكن لازم يكون في رغبة من الشخص من أنه هو يشفى من هذا الاضطراب، هذا أولا. ثانيا أنه هو يتوجه للعلاج الصح، لأنه بمجتمعاتنا في كتير أساليب علاج خلينا نقول الأساليب العلاج التقليدية يلي هي ما بتخلي الشخص يوصل للطبيب النفسي المختص وأنه يساعده على يعمل الخطوات اللازمة للشفاء. جيد جدا. زين، شنو هي أساليب العلاج الصحيحة المؤدية للشفاء واللي تساعدنا على أنه نتخلص من هذه الحالة اللي نعانيها؟ تمام، حلو كتير هذا السؤال. هلا أول شيء لازم أكيد نزور طبيب نفسي واختصاصي نفسي. الطبيب النفسي هو اللي بيقدر يشخص المرض ويقرر إذا كان بحاجة لتدخل دوائي أو لا.
طبعا ما في دواء محدد لعلاج اضطراب الوسواس القهري، لكن الأدوية اللي هي بتتاخذ هي الأدوية المضادة للقلق واللي بتخفف التوتر والأعراض الاكتئابية المرافقة لاضطراب الوسواس القهري. أما بالنسبة للاختصاصي النفسي فهون بيكون الشغل الأكبر، دائما العلاج الدوائي لازم يترافق مع علاج نفسي. أشهر تقنيات العلاج النفسي اللي بنستخدمها مع مرضى اضطراب الوسواس القهري هو العلاج السلوكي المعرفي يلي بيشتغل على معالجة هاي الأفكار، لأنه نحن قلنا أنه هو أفكار عم بيؤدي لسلوكيات، فأنا أول شيء لازم أعالج الأفكار، أحدد شو هي الأفكار الوسواسية، أعالج هاي الأفكار وبالتالي السلوكيات رح تخف. طبعا في كتير تكنيكس ممكن تستخدم، لكن حسب كل حالة، مو كل يعني مو كل اللي عندهم اضطراب وسواس قهري بيتم معالجتهم بنفس الطريقة، تبعا للفكرة، تبعا لشدة الحالة، للتكرار والتاريخ المرضي للشخص. زين رغد، خلينا نقول انه ممكن الاشخاص اذا يعانون من الوسواس القهري هل هم تختلف مده علاجهم؟ ممكن اشخاص ياخذون سنين طويله حتى يتعالجون؟ اكيد. هلا هو ممكن مو يكون سنين قد ما انه اللي بيفرق هو ايمت الشخص ادرك انه هل هو فعلا عم يعمل شيء انه هو بمأزق، خلينا نقول، لانه في اشخاص بيكونوا ما لهم مستبصرين بانه هن عندهم مشكله، بيعتقدوا انه تكرار هي السلوكيات هو شيء طبيعي، يعني التنظيف المتكرر شيء طبيعي، الوضوء المتكرر مثلا هو شيء طبيعي، لكن لما الشخص هو بيستبصر بالمشكله بحس انه في شيء هو لازم يشتغل عليه، فهون بتصير مده العلاج كثير قصيره. ومثل ما قلت ما فينا نعمم، هو حسب كل كيس يعني. اها، جيد جدا. زين، على طاري مثل ما قلتي انت انه هو حسب كل كيس، يعني شنو هي الحالات اللي من الممكن ان تكون صعبه واللي خلينا نقول بعد ما نقدر خلاص اوكي نسيطر عليها؟ شنو هي المرحله اللي راح نقدر نسيطر بها على التخلص من هذه العاده؟ هلا انا بشوف انه اهم شيء يكون الشخص يلي عنده اضطراب الوسواس القهري هو بده يتخلص من هذا الموضوع. اوقات في كثير كيسات بتجي لعنا على عياده هي مثلا اختها اللي انتبهت للموضوع، او زوجها، او الزوجه هي حست على الزوج انه عنده هذا هي الاشياء، تمام؟ فبيكون الشخص هو رافض لفكرة العلاج، فهي الكيسات يلي بتطول أكثر من الكيس اللي هو بيكون حاسس بالمشكلة وحابب إنه يتخلص منها، حابب إنه يخلص من هذا الاضطراب. فهي أنا بشوف إنه رغبة الشخص بالشفاء هي اللي بتأثر على مدة، خلينا نقول مدة وفاعلية العلاج. يمكن رغبة التفقين وياي إنه مو بس هاي النقطة، يمكن الأشخاص اللي حواليه قد مهم اليوم الدعم من الأهل أو من الأصدقاء اللي يعرفون هذا الشخص يعاني من هذا الاضطراب، وشون ممكن يحسنون من نفسيته؟ أكيد، لأنه الفكرة بتقول أنه الدعم النفسي من الأشخاص المحيطين فيني كتير بيأثر على عمليات شفائي. إذا أنا بوسط أشخاص محبطين خلينا نقول، أو أشخاص ما لهم واعيين لموضوع العلاج النفسي، لأنه بتعرفي نحن بمجتمعنا دائما في وصمة لزيارة المعالج النفسي، لزيارة الطبيب النفسي، للكشف عن هي الاضطرابات النفسية، كون أنه هي يعني شيء غير مقبول خلينا نقول بالمجتمع. فلما الأشخاص اللي حواليهن ما لهم متقبلين الفكرة كمان، فهذا الشيء بيخليني مثلا اما اني اتاخر بزياره الطبيب النفسي، او اني اصلا مثلا اكنسل الفكره، او انه انا اروح بس ما اروح بانتظام، خلينا نقول انه كل ما بقدر اتحرر من هذا الموضوع واكون لحالي اوكي رح اروح، كل ما انه في معي حدا او مثلا عندي التزام مثلا اجتماعي رح ابديه على موضوع صحتي النفسيه. اما لما بيكون الاشخاص هن متقبلين للفكره، واعيين لقديش مهم انه الشخص يتلقى علاج نفسي ويخلص من هاي الحاله النفسيه، كل ما بيساعد على الشفاء اكثر. جيد جدا. إذا المعالجة النفسية رغد العبو، شكرا لك وشكرا لكل التفاصيل اللي تكلمت بها بحلقة اليوم. أهلا وسهلا. شكرا لك. طبعا مشاهدين نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي موجودة على الانستغرام، الشرقية أكثر صفقة مربحة توقفت في بيعها وما سر ذلك؟ خلينا نقرأ شوية. زينة تقول تجهيز جيم نسائي بس بعدني ما شفت الأرباح لحد هسه. زهرة أنت ما كفد فد شاء الله جربتيها توفقتي بيعها؟ أنا يا صديق عزيز أنا أنصح الناس بس عني ما مجربة أي صفقة أبدا نهائيا. بس لا ضروري تجربين، حتى الموضوع
حلو هاي حلو مثلا موضوع من تنجح من تنجح مثلا حتى وان كان فشي بسيط يعني صحيح انا هذا الموضوع اللي جربته يجوز فتره كلش قصيره ويعني ما كان الموضوع على طويل الامد او على المدى الطويل بس الموضوع هو يعلم انه يعلم انه انت اليوم شلون تكون من الاشخاص اللي من الممكن ان تتحمل المسؤوليه وشلون من الممكن ان توفر دخل النفس وممكن تجيك افكار بعد مستقبلا انه تفتح يعني لك بيبان اكثر قلت لك هذا الموضوع اكو اشخاص مثلا يبدون بهاي الشغله يجوز اللي بديت بها اني او اقل يبدون من بعدين ما شاء الله يصيرون تجار وتصير عندهم محلات يعني يتوفقون بهذا الشغل يعني مثل ما شفنا فهد يقول الصراحه اني كل فتره صار بيها لعبه عالميه للفوتبول كرة القدم اشتري تذاكر وابيعها واربح بيها دائما ممكن هاي الشغلات اللي هو الشباب طبعا هاي شغله تبارك كاتبتها تبارك كاتبه اشتريت ذهب من رخص ومن ارتفاع سعره بعته هاي من اكثر الاشياء جزء اللي يحبوها النساء صح فعلا طبعا مشاهدينا الكرام منها راح نكون مستمرين وياكم بحلقه اليوم وراح نرجع نقرا المزيد من التعليقات لكن من بعد ما نروح وياكم للفقره التاليه مع الاقتراب من شهر رمضان المبارك كثيرين من الاشخاص يهمهم معرفه بعض الامور الرياضيه التي تعنيهم اثناء فترات الصوم او حتى بعد الافطار ومنها الاوزان التي يجب ان يتمرن عليها الرياضي لذلك راح ننتقل الى ميلان اللي تتواجد مع الكابتن وسام الجبوري حتى يكلمنا اكثر عن هذا الموضوع ونشوف ايضا البعض من هذه التمارين. يسعد صباحك ميلان. يسعد صباحكم عزيز وسهراء ويسعد صباح كل مشاهدينا ويا رب بداية اسبوع سعيدة عليكم ومليئة بالطاقة والنشاط. طبعا مع اقتراب شهر رمضان واكيد راح يكون هناك وجبات فطور وسحور شهية ومليئة بالسعرات الحرارية فراح يكون عندنا تحدي بالحفاظ على جسم صحي ومتوازن. فاليوم رح يساعدنا بهاي النصائح الكابتن وسام الجبوري. يسعد صباحك كابتن. صباح الخير اهلا وسهلا كابتن. شنو أهمية التمارين الرياضية أثناء فترة الصيام أو بعد الإفطار؟ باي هي احنا لأن هو العالم الصوم والناس فش تتوقع انه ما اقدر اتمرن ما اقدر اكل يعني لأن اكل ماكو. لا احنا اوكي اعتيادي اللاعبين الرياضيين حتى اكو بطولات تصير برمضان اوكي كبطولات كمال اجسام تمام. انت راح يكون عندك وجبه فطور ووجبه سحور بس احنا كرياضيين نقدر نسويها اربع وجبات تمام. سحور نفطر ورا الفطور بساعتين هم نقدر ناكل وجبه ووراها بساعتين نقدر ناكل وجبه وسحور يعني صارت عندنا اربع وجبات فعادي يعني الرياضيين عادي متعودين على هاي الامور يعني ما راح يتاثر عليهم فتره الصيام والفطور والسحور وهاي التفاصيل. لا ما يتاثر بس احنا شنو لان اكو وقت الوقت هو من السحور بالفطور هذا الوقت اللاعب شنو راح يكون به صحيح ما عنده غذاء يعني اللاعب احنا مش متعود خاصه اللاعب المحترف لعبه كمال الاجسام بها لاعب محترفين اللاعبين المحترفين لازم كل ساعتين ياكل وجبه نقطه على السطر اوكي فهاي هنا راح تاثر عليه هنا أنا بس بهاي الفقره بس هو من الفطور للسحور راح يقدر ياكل اربع وجبات يعوضها تمام اوكي طيب كابتن خلينا نشوف احدى هاي التمارين اللي راح تفيدنا ايضا بشهر رمضان المبارك وراح تحافظ لنا على جسم صحي. صح. اول شيء راح نبدي تمرين هذا ظهر. اوكي؟ نصيح لسحب بكره امامي. احنا خلينا بس نعطي معلومه قبل ما نبدي التمرين، التمارين راح تصير برمضان مو مثل التمارين بالايام العاديه، كل اللاعبين تتغير كورساتهم سواء ولد او بنات، كل اللاعبين. اوكي؟ ليش تتغير كورساتهم؟ لان هو مو باليوم العادي ما راح يقدر لان احنا اثناء التمرين لازم نشرب مي. سواء لازم. اوكي؟ العضلات تحتاج الى سوائل، هاي اول شغله. زين ورا التمرين مباشرة انت لازم بروتين او غذاء ببروتين صدر دجاج لحوم هاي الامور فهنا ايش راح يصير يتغير النظام كله يتغير ليش لو تجي قبل الفطور بساعة لو بعد الفطور بساعتين لين ما يصير حتى ينهضم الاكل يعني بعد الفطور قبل الفطور بساعة لان هو تمرينك راح يصير 45 دقيقة الى نص ساعة بين ما تخلص التمرين انت ترجع تفطر تاكل اوكي بس قبل كظهر للصائم دا احكي واللي يتمرن كظهر مثلا ب 12 الظهر بالوحده هذا الوقت لا مو زين لان راح يصير عنده هبوط بالضغط دوخه جفاف لان مي ماكو هاي الامور كلها راح تاثر عليه اكيد يحتاج تغذيه ويحتاج سوائل حتى يقدر يكمل تمرينه بصوره صحيحه ننصح اللاعب يجي قبل الفطور بساعه او بعد الفطور احنا باقين يعني خاصه برمضان مثلا باقي الايام نبقى ل 11 ل 12 لا برمضان للسحور اوكي طيب. فبس اهم شيء هاي الجزئيه التمارين تقل
مثلا عندنا هسه تمرين الظهر، اوكي ننطي مثلا 4 تمارين او 5 تمارين او 6 تمارين بالايام العاديه حسب لين يعني اللاعب مبتدئ وسط لا محترف فننطي. اللاعبين لا ككل برمضان صير نقللها الى 3 تمارين او 4، والنصيح للسيتات العدات هي 4 سيتات نسويها 3 سيتات حتى ما يصير جهد على اللاعب يعني حتى لا يفقد عضلاته واموره. طيب كابتن خلينا نشوف هذا التمرين. هذا على اي عضلات راح يشتغل؟ الظهر الخلفيه. اوكي سحب بكره راح يفيد عضلات الظهر الخلفيه. الظهر الخلفيه سحب بكره امام. طيب كابتن راح البعض بيسالون راح نحتاج انه نقلل الوزن بايام لازم رمضان؟ طبعا طبعا اي طبعا يعني يختلف طبعاً. الوزن عن باقي الايام العاديه؟ طبعا طبعا ما تقدر انت لان الطاقه ما عندك، لان احنا منين ناخذ الطاقه؟ من الغذاء، اوكي؟ فما عندك هاي الطاقه القويه مثل باقي الايام العاديه، فشي اكيد تقلل الوزن للنص، مثلا خلينا نقول احنا بتمارين الظهر او تشيست الصدر او الشولدرز ندفع 40 كيلو، ما نقول اكثر، خلينا نقول 40 عفوا، 40 كيلو، ال 40 كيلو لا برمضان نسوي 20 كيلو. بكل التمارين تخص كل العضلات او اكو عضلات معينه؟ كل العضلات تقلل اوزانها. اوكي؟ انت مجرد حتى على مود تحافظ على هيكليتك وعلى عضلاتك، لان يعني هو هذا شهر وحيد، فافضل حتى لا ينزل جسمك، اكو ناس يعني قلت لك ابطال فيخاف ينزل جسمه، فيظل انه ما تقلل يعني من زيت. اكو احتماليه يفقدون عضلات اذا ما تدربوا بطريقه صحيحه؟ صحيح طبعا، يفقد عضلات ويفقد عضلات بسهوله، لان قلنا احنا التغذيه قليله، اكثر شيء تقدر توصل لماكسيمال 4 وجبات، اكو لاعبين بايام العاديه يعني وخاصه بالتجهيزات يوصل 7 وجبات 8 وجبات زين، بس انت هنا راح ما تقدر يعني اقصى حد لك 4 وجبات ما تقدر اكثر، اوكي؟ والمي قلنا قليل، واكو هم يعني نفيد بها اللاعبين شويه برمضان، بس برمضان فقط رمضان يقللون نسبه مشتقات البروتينات، مو البروتين كرياتين والاي اي وهاي الامور شويه يقللوها لان مي قليل يشربون. تنشف اعتقد البشره وهاي التفاصيل. عافيه عاشت ايدك وشويه يعني هاي الامور الكيلو وما كيلو وهاي الامور. نشرب بس فقط بروتين، نحتاج بس البروتين لان هو البروتين مكمل غذائي. طيب كابتن حابين نشوف شلون احنا راح نقلل هاي الاوزان وشنو طريقه التمرين وش قد المده راح تكون؟ طريقه التمرين المده احنا بالايام العاديه 45 دقيقه ساعه ساعه وربع هسه كنت اشرح للاعبين. برمضان نص ساعه اوكي 45 دقيقه ماكسيمال حتى لا تاثر على نفسك وعلى صحتك وعلى جسمك. اوكي حتى المده راح تقل مو بس الاوزان. طبعا المده والاوزان والتكرار العد اهم شيء العد، لان هو التكرار اهم شيء. احنا ننطي للاعب مثلا اول سيت نصيح للسيتات اول سيت 15 عده بعدين 12 12 10، لا هنا التكرارات كلها راح تقل من 10 الى 8 الى 6. شفتي يعني التكرارات كلها قلت والوزن قل فحتى لا يصير جهد على الانسان لا يتعب. طيب خلينا نشوف شلون راح بالضبط. هي بالنهايه لصحه الجسم هذا التمرين باعي انسان يقلل الاوزان خال 5 كيلو اوكي هاي يعني هاي الاوزان تكون 5 10 اوكي 15 كيلو ما نعمرها. بالعاده انت بالايام العاديه يعني تتمرن بوزن 50 مثلا؟ اي وزن عالي طبعا. وشهر رمضان راح تقلل اي درجه؟ مو قلت لك مثلا اذا 50 كيلو نسويها 25 او 20 للنص بالضبط. اي بالضبط اوكي حتى تظل انت محافظ على نفسك لان ما عندك ذيك الطاقه مثل الايام العاديه يعني ارجع واقول طيب. يصير جهد عليك بالضبط. طيب خلينا نشوف هذا التمرين هذا بشنو راح يفيدنا؟ شولدرز اوكي بس صير هنا حتى لا تنضربين. بس خلي دقيقه حتى المشاهدين يشوفون ويانا. طيب تمام هذا شولدرز باي اللي احنا الوزن باي خفيف والحركه بسهوله تمام. هل هذا التمرين يعتبر من التمارين الاخف من باقي التمارين اللي تخص عضله الشولدرز اللي ممكن هذا التمرين اساسي اللي هو اساسي لازم يعني لو ناخذه بالدمبلس لو بالجهاز اذا بالدمبلس هاي 5 كيلو مثل ما خليت 5 كيلو ناخذ 5 كيلو بس هذا اساسي يعني لازم. ما نقدر نستغني عنه برمضان لا ما نقدر طبعا انا بدي اعطيك تمارين اساسيه اللي هي اخذنا الظهر سحب بكره هسه كتف وهسه راح ناخذ تشيست بريس اللي هو صدر يلا خلينا نشوف هذا التمرين واحد انسان ايش قد حاط وزن؟ حاط وزن 10 كيلو 10 كيلو اي بالايام العاديه يعني الايام العاديه نوصل ل 50 كيلو اوكي هذا صار اقل من النص الوزن ليش قللت حتى لان انا عندي مثلا 3 تمارين اوكي اللي هي تشيست بريس الصدر يجوز بهذا التمرين اني طاقتي تعبت وصلت لان احنا قلنا راح ناخذ نبضه مختصره طيب. اول تمرين نقدر مثلا نجوز نوصل 20 بالتمرين الاخير انا دا اريد اوصل معلومه لا خليه اقل من النص
اقل حتى من النص. اوكي يعني عاده التمرين الاخير من اليوم يكون حتى الوزن يكون اقل من النص حتى ما يكون مجهود قوي. طبعا ما تاثر على نفسك وعلى صحتك، انت جاي هاي الرياضه حتى تفيد نفسك وصحتك وجسمك. طيب خلينا نشوف هذا التمرين اللي يعتبر من التمارين الاساسيه. هذا تمرين تشيست بريس صدر، ها باي ينزل بهدوء ويصعد بهدوء. تمام هذا جدا سهل وجدا سلس، يعني هو جهاز، لان هو جهاز هسه شويه تطورت الامور، صارت اجهزه وهاي كانت قبل بس دمبلصات صارت التمارين اسهل بطريقه اسهل. طيب كابتن حابة اسالك عن المكملات الغذائيه، هل هي مهمه بشهر رمضان؟ هي مهمه، انا قلت لك هسه هي المكملات الغذائيه، احنا ليش مكملات غذائيه؟ العالم مفتهمه بانه هسه هواي لاعبين يجيني اول مره يسال يقول كابتن انا اهلي يخوفوني من البروتين. راح اعطيك هم معلومه، يعني باللوكر مالتي الخاص اكو بروتينات ضامها مال اللاعبين يخافون ويشوفوها لاهلهم، يعني شويه عندنا الاهل يعني اكو كلش الى ابعد الحدود. هو بروتين مكمل غذائي، يعني اكو ناس يقول لك انا ما اقدر اكل بس وجبتين، ما اقدر، هاي طاقتي، هاي استيعابي، فاحنا ننطي البروتين المكمل الغذائي، يعني هو مكمل غذائي بمثلا كل انواع الغذاء. اوكي ننطي البروتين، ننطي اساني عندي لاعبين قلت لك ياكل بس وجبتين، شطي اعطي مرتين بروتين باليوم حتى يعوض النقص اللي عنده من الوجبات الغذائيه حتى يكون تمرينه بشكل صحيح، ويؤدي نتيجه حلوه. طبعا لا. طيب كابتن خلي اتوجه وياك لاخر سؤال، هو طيب. نصيحه تحب توجهها للرياضيين وللاعبين بشهر رمضان المبارك. النصيحه بانه انت لا تقطع التمرين، لان انا هواي لاعبين يجيني يقول لي انا برمضان ما راح اقدر اكمل، انا اتعب، انا اصوم، انا ما اتحمل. اوكي اقول له لا تعال كمل، يعني ذا ولد وذا بنات. اوكي لا تعال كمل، عندك وقت قبل الفطور بساعه وبعد الفطور للسحور عندك. وبالعكس الرياضه برمضان اهم يمكن من الرياضه العاديه، يعني خاصه اللي عندهم اوزان قوية وعالية يجي برمضان حتى ينزل وزن، حتى يخسر وزن أكثر، يخسر وزن أكثر. فبالعكس هي صحة، وأنت يعني النهار كله يعني بالعكس جسمك بالسليم وأوكي، وما ماكل ذاك الأكل اللي يضرك. تمام وتقدر اللي يريد هم يظل ملتزم، يلتزم بالسحور والفطور وجبات صحية، يعني يسحر وجبة صحية، يفطر وجبة صحية، ويكمل الوجبات الباقية صحية. أنا بس أنصح على مود البروتينات، البروتين تقدر تشربه بشهر رمضان، بس باقي المكملات الغذائيه مثلا احنا هسه عندنا مكملات كرياتين اي 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 بي سي اي، ذني احماض امينيه واستشفاء عضلي يحتاج الجسم، لاعبين كره القدم هم يشربوها، جلوتامين هم كذلك استشفاء عضلي، لان العضله انت من تجي هنا العضله راح ترهق اثناء التمرين. العالم ايش تتصور؟ تصور انه انت من تدفع اوزان وهاي طلعت لا العضله هنا رهقت وتعبت، فانت بهاي المكملات تقدر على الاستشفاء العضلي تساعده وعلى البناء. يعني احنا عندنا من بعد التمرين يبدي البناء، مو باثناء التمرين، لا بعد التمرين من تخلص تمرين وتطلع تبدي بوجباتك الغذائيه وبروتينك. اي فخلي بس البروتين بشهر رمضان، ورا شهر رمضان ارجع الجد مكملات الغذائيه كامل. شكرا لك كابتن على هاي المعلومات الحلوه والقيمه، شكرا لك ولفائتك للمشاهدين. على راسي، اشرف فيكم واهلا وسهلا. شكرا زهراء عزيز ويا مشاهدينا، وصلنا وياكم لنهايه هذا اللايف، ان شاء الله تكونوا استفادوا. شكرا ميلان، شكرا، شكرا لك ميلان والكابتن وسام. احنا مننا مشاهدين راح ننتقل وياكم الى اخبارنا المنوعه. مثل ما قلت لكم ببدايه العناوين انه اكو بقره اعترضت على زواج ثنائي اثناء حفل الزفاف، خلينا نشوف ليش. لم يتوقع العرسان هاري وايمي اعتراض بقره على زواجهما مرتين أثناء سؤال الكاهن للحضور عن وجود أي اعتراض على ارتباط الثنائي، ومع ذلك بدأت المناسبة بالسؤال التقليدي عما كان لدى الحاضرين أي اعتراض، فقررت البقرة سرق هاي الأضواء من العروسين، ما جعل الأمر مضحكا للغاية، حيث اقتربت البقرة أثناء الحفل وقامت بإصدار أصوات مترددة بينما كان الكاهن يسأل الحاضرين عن زواج الثنائي، فقاطعتهم البقرة، وعندما حاولت إعادة صياغة جملتها مرة أخرى عادت وقاطعتهم مرة ثانية. خلي نسمع ونشوف هذا الفيديو. Oh, dear.
If any person here present knows of any lawful impediment, why they should not be joined in matrimony, you should declare it now. Non-bovine only. ما كان العرس مو مناسب طبعا هاي المشكله شو تقول يعني هسه مثلا لو كفد مثلا فد شخص يعترض او وحده من النساء يعترض بس بقره يعني مشكله ما حد ما خالها اساسا بالحسبان ما ولا متوقعيها بيوم من الايام طبعا ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام الى الخبر الاخر امراه تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي والسبب باب منزلها اصيبت امرأة بالذهول بعد أن اشتكى جيرانها إلى المجلس البلدي بشأن باب منزلها الأمامي كونه وردي اللون وقالت ميشيل ويتني أنها تلقت رسالة من مجلس مقاطعة لانكشاير بالمملكة المتحدة مفادها أن الشرطة سترسل مفتشين إلى منزلها بعد تلقيها شكوى بشأن الباب وفي ذلك الإطار تفاجأت ويتني من انزعاج جيرانها كونها لم تجد له تبريرا مناسب للموضوع موضحة أن باب منزلها وردي اللون وتم تزيينه بأكاليل من الزهور الوردية الصغيرة وبعد ذهابها لمعرفة الأسباب الحقيقية من الأمر قالوا لها الموضوع عكس ما قيل لك فالجيران مستائين كون باب منزلك هو من أجمل الأبواب وهم يشعرون بالغيرة من ذلك يعني حست نفسها أنه هي مسوية في الذنب معين لكن الغيرة اليوم دفعتهم أنه يشتكون عليها بالمجلس البلدي أو الشرطة هي حسب القوانين الموجودة بالبلدة اللي يعيشون بيها فاكتشفوا أنه هي من قد ما حلوة أنه لازم يشتكون عليها حلو بس انا بالعكس يعني اشوف اليوم زهراء يعني بالله اشوف اليوم مثلا من اكو فد شيء حلو احنا نقلده اوكي لان هذا الشيء حلو يعني نقدر نستفاد من عنده بس مو نغار ونسوي مثلا نشتكي من الشرطه لا مو هيك مو مشكله طبعا طبعا مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي اكثر صفقه مربحات توقفت في بيعها وما سر ذلك هنا قريت احمد كاتب والله اشتريت قطعه ارض ب 40 مليون وهسه وصلت الى 240 ما شاء الله ما شاء الله هي جزء من اكثر الاستثمارات اللي تكون مربحه هي العقار العقار اكيد العقارات العقار الذهب الذهب صحيح الذهب عند النساء يعني بعد انت زهره ما جربتي مثلا ذهب تشتري بسعر رخيص اه هاي امهاتنا يعني ما افتهم اصلا شيء اها مصطفى كاتب أني اشتريت مجموعة من الكتب اشتريتها بطبعة أولى كانت نازلة بسنة معينة من بعدها حاولت بيع هذه الكتب بواحد من البزارات جاب كل كتاب ضعف سعره مرتين حلو حلو هذا الموضوع يمكن أنا يعني ما قريت الشباب على السيارات همين أكو ناس هواية هواي يحبون السيارات صحيح طبعا مشاهدينا دائما الوقت الحلو يخلص بسرعه فوصلنا الى ختام حلقتنا اليوم من بدايه اسبوع انتظرونا غدا بحلقه جديده مع السلامه